في عيد الاستقلال غابت الاحتفالات للسنة الثانية على التوالي بشغور موقع الرئاسة الأولى، لكن الذكرى الثانية والسبعين للاستقلال كانت مختلفة، فقد جاءت المناسبة بمثابة فرصة جديدة لمجموعات الحراك الشعبي لتصوب على الطبقة السياسية من خلال الدعوة لتحرك شعبي ينطلق من أماكن مختلفة من أحياء العاصمة ويصب في ساحة الشهداء. مجموعة بدنا نحاسب بدأت تحركها من نقطة المتحف، وهناك وضعوا إكليلة من الزهر على ضريح الجندي المجهول. هذه الخطوة التي كان يقوم بها عدد من أركان الدولة في ذكرى الاستقلال ومع غياب المراسم الرسمية، وجد تجمع بدنا نحاسب أن يقوم الشعب بأداء مراسم الاستقلال على طريقته. إن شاء الله تكون هاي بداية الاستقلال الحقيقي، لأنه نحن بعد ما وصلنا للاستقلال، نحن ببلد رئيس جمهوريته بينتخبوه برا ما بينتخبوه هون. التبعية الآن هي ما هي التي تتحكم في مفاصل الكيان اللبناني، لا استقلال حقيقي. نحن في حرقة بقلبنا، في حرقة بقلب المدنيين، في حرقة بقلب العسكريين، انه نحن ما توصلنا نقدر نحتفل بشكل رسمي بعيد الاستقلال، لانه نحن اشتغلنا 35 سنة بالجيش سيد باشل، ضحينا ونحن مجموعة ضباط الحمد لله اللي معنا كلنا سيرتهم مثل الفيلم، مش بس أنا بس، أطلعوا حركة سياسية، لأنه ما فين يقعدوا يشوفوا بلدون عم يهتري قدامون عم ينهار هون يتفرجوا. بدنا حرية فعلا على الأرض، حرية من النظام الفاسد اللي نحن هلأ عم نعيشه. من المتحف شق المتظاهرون طريقهم باتجاه رياض الصلح قبل التوجه إلى ساحة الشهداء عابرين البربير كورنيش المزرعة، حيث توقفوا لبعض الوقت أمام سكنة الحلو. اليوم عيد، يعني أول مرة منحس أنه في عيد فعلي بعيد الاستقلال. تظاهرة بدنا نحاسب شارك فيها نحو 20 جمعية مدنية قدمت من مختلف المناطق اللبنانية للتأكيد على المطالب الشعبية التي رفعها الحراك، وقد أضيف عليها اليوم ضد الإرهاب بعد الأحداث الأمنية الأخيرة والتفجيرات الإرهابية التي ضربت منطقة برج البراجني. المسيرة الشعبية واكبتها القوى الأمنية بمؤازرة من الجيش الذي وزع نقاط انتشاره في أماكن مختلفة على خط التظاهرة. يقولون أن الفراغ في سدة الرئاسة إهانة للشعب، بل الإهانة أن تملأ هذا الفراغ إيرادات خارجية برؤساء تابعين. حكومة عودت المواطن اللبناني على حلول جزئية ومرحلية، نحن بدنا حل مستدام لمسألة البيئة. وقبيل مغادرة ساحة رياض الصلح قام ناشطو الحراك بتوزيع الورود على أهالي العسكريين المخطوفين، تأكيدا على الوقوف إلى جانبهم في قضيتهم التي مضى عليها نحو سنة وأربعة أشهر من دون أي نتيجة. لن يكون استقلال ولن نستقل حتى يعود أبناؤنا الأسرى. ومع مغادرة المتظاهرين للانضمام إلى سائر التحركات، زرع الأهالي الورود عند اللوحة التي تحمل صور الجنود الأسرى في جرود عرسال. باسل العريضي، قناة الجديد.